كل نفس ذائقة الموت. نحن اليوم نودع أحد رجالات المغرب، أحد رجالات الذين بصموا على المسار الديمقراطي في المغرب، ونودع كذلك أحد القيدومين البرلمانيين الذي كان في فترة ما رئيس برلمان المغربي، رئيس برلمان الدولي، رئيس برلمان البحر المتوسط. وهذا فخر للمغاربة أن تكون قامة وطنية رحمه الله في هذه المناصب كلها. نودع كذلك اليوم حقبة وجيل كذلك من الأجيال الذين عاصروا فترات معينة من تاريخ الحالك ومن تاريخ كذلك المشرق للمملكة المغربية، رحمه الله سكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وعوض أسرة الاتحاد الاشتراكي أيضا عوضها خيرا منه، وعوضه كذلك خيرا من هذه الدنيا، ونتمنى له الرحمة والغفران. اليوم فافتقدنا في الأخ عبد الواحد الراضي رحمه الله الرجل الوطني الكبير، أستاذ الأجيال التي أعطى الكثير في تأطير للشباب في بلادنا، وهو لعب أدوار مهمة في بناء المغرب الديمقراطي، في بناء مغرب المؤسسات، وكذلك في تأسيس الكتلة الديمقراطية اللي لعبت أدوار مهمة جدا كذلك بالنسبة للتطور الديمقراطي والانتقال الديمقراطي في بلادنا والانتقال الدستوري، ولعب كذلك أدوار مهمة في مجال العدل بحكم أنه في حكومة الأستاذ عباس فاسي فهو قدم إصلاحا للعدل، وبالطبع البعد التشريعي اللي هو كان برلمانيا سنين عديدة وترأس مجلس النواب وساهم في بناء هذا النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات، زيادة على أنه لعب دور مهم بالنسبة لبلادنا خصوصا بالنسبة للجيل الجديد في تدوين التاريخ المعاصر من خلال مذكراته، فرحمه الله في هذا اليوم. فقد اليوم بمختلف أطيافه السياسية يمين وسط ويسار أحد أهرام السياسة في المغرب سي عبد الواحد الراضي، الرجل الذي تميز بالخصال الحسنة وبالمثابرة ونفس طويل مارس السياسة منذ نعومة أظافره، واستمر في عمله على مستوى نفس المرجعية. سي عبد الواحد الرجل يعني المتميز بالطبع الهادئ. سي عبد الواحد الراضي بصم كل المحطات تاريخيا اللي حضرها انطلاقا من المهام اللي تقلدها على مستوى حكومي، بحيث آخر محطة هي وزارة العدل واللي في مدة قصيرة تمكن من يعني الوصول إلى نتائج معروفة عند الجميع. سي عبد الواحد الراضي ترأس مجلس النواب خلال 10 سنين وأبلى البلاء الحسن، ويعني وفق ما بين كل الأطراف والأطياف السياسية. سي عبد الواحد الراضي الفيلسوف والكاتب ويعني الرجل النصوح. سي عبد الواحد الراضي واظب على عمله في البرلمان واشهدوا بذلك الى اخر رمق، بحيث اخر جلسه كانت في هذه الدوره التشريعيه الاخيره كان حاضرا سي عبد الواحد الراضي. الرجل النصوح راه تيمشيو له من الاطياف السياسيه كاملين، مشينا عنده يعني الحصول على النصيحه وعلى المعلومه. سي عبد الواحد الراضي كان موسوعة، إذا هذه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وقت صعيبة بالنسبة للأصدقاء والمناظرين اللي يعني عاشروا سي عبد الواحد الراضي. لله ما أعطى ولله ما أخذ، ونتمنى من الله العلي القدير أن يجعله في فسيح جنانه مع الشهداء والصالحين. المهم هو أن المغرب اليوم فقد أحد الرجالات، ولكن اللي غادي يبقى حاضر في الأذهان بعمله الجيد والجدي. سي عبد الواحد الراضي التحق بركب الوطنيين الغيورين على استقلال بلادهم وعلى تنميته وعلى بناء صرح الديمقراطية والتقدم في هذا الوطن العزيز منذ
ما قبل الاستقلال ومطلع الاستقلال، التحق بصفوف حزب الاستقلال، ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كان قائدا وكاتبا أولا لهذا الحزب. سعد الواحد الراضي كانت له إسهامات أساسية في فترات حالكة من تاريخ بلادنا، رجل توافق، رجل يبني ولا يكسر، رجل يحدث التقاربات الضرورية في هذه الفترات. وهكذا عرفته شخصيا مناضلا غيورا على هذا الصف الوطني الديمقراطي، متشبتا بحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متشبتا بالكتلة الديمقراطية في فترة أساسية من تاريخنا، وكانت لحزب التقدم الاشتراكي علاقات وطيدة معه، وكانت لي شخصيا كذلك علاقات عميقة مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين. وهو يغادرنا اليوم، أشعر بحزن كبير لأننا نفقد أحد كبار المناضلين الذي تربى إلى جانب الكبار وربى أجيال من المناضلين والمناضلين.